أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي الطقس العرب في الأردن. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الأسبوعية التي نقدمها لكم من طقس العرب. نستعرض إياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة خلال هذا الأسبوع في عموم مناطق المملكة، تحديدا تفاصيل الموج الحارة التي تتأثر بها المملكة يوما بيوم. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية ليوم الأحد بإذن الله. درجات الحرارة تسجل المزيد من الارتفاع مقارنة بيوم السبت، درجات الحرارة أربعينية في عموم المناطق، تكون في أواخر الأربعينيات في منطقة الأغوار والبحر الميت وأيضا بعض الأجزاء من منطقة البادية. درجات الحرارة أيضا ليلا ترتفع بشكل ملموس لتكون الأجواء دافئة إلى حارة نسبيا في عموم المناطق. بالنسبة ليوم الاثنين تواصل درجات الحرارة أو تواصل الموجة الحارة تأثيرها على المملكة، درجات الحرارة تستمر أربعينية في عموم المناطق، أجواء جافة أيضا خلال ساعات النهار والليل بسبب هذه الكتلة الهوائية الحارة ذات المصدر الصحراوي. أيضا تنشط الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية في عموم المناطق، تعمل على إثارة الأتربة والغبار. يوم الثلاثاء بإذن الله تنخفض قليلا درجات الحرارة، لكن تبقى الأجواء شديدة الحرارة ومرهقة في عموم المناطق، درجات الحرارة تكون في أواخر الثلاثينيات في المنطقة الشمالية والوسطى ومنطقة البادية، لكن تكون أربعينية في منطقة العقبة والمناطق الشرقية وأيضا منطقة الأغوار والبحر الميت، مع استمرار لهبوب الرياح الشرقية إلى الجنوبية الشرقية المثيرة للأتربة والغبار. تستقر درجات الحرارة أيضا مرتفعة يوم الأربعاء لتكون أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. تستمر الموجة الحارة بالتأثير على المملكة، درجات الحرارة تكون في أواسط الثلاثينيات في المناطق الجبلية، تنخفض لتكون في بداية الثلاثينيات في مرتفعات أو القمم العالية من جبال الشراه، تبقى أربعينية في المنطقة الشرقية والجنوبية ومنطقة البادية مع استمرار لنشاط في الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية. يوم الخميس درجات الحرارة أيضا تعود للارتفاع مجددا، تلامس درجات الحرارة 40 درجة مئوية في العاصمة عمان، تكون 40 أيضا في المنطقة الشرقية والجنوبية ومنطقة البادية ومنطقة الأغوار والبحر الميت، بينما تكون 30 في المرتفعات العالية من جبال الشراه. أيضا تكون درجات الحرارة مرتفعة ليلا لتكون الأجواء دافئة إلى حارة نسبيا في عموم المناطق، مع استمرار للأجواء الجافة بسبب طبيعة هذه الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر علينا. بالنسبة ليوم الجمعة أيضا تستمر المملكة تحت تأثير هذه الموجة الحارة، وبالتالي الموجة الحارة هذه ستكون طويلة الأمد ومتعبة ومرهقة. درجات الحرارة ستكون في أواخر الثلاثينيات في المنطقة الشمالية والوسطى بما فيها العاصمة عمان، 40 في باقي المناطق. تكون درجة الحرارة شديدة الحرارة ومرتفعة جدا في منطقة الأغوار والبحر الميت. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.